ويعتبر ميثاق العمل الوطني وثيقة سياسية تضمنت مبادئ عامة وأفكارا أساسية بهدف تحديث مسارات العمل الوطني حاضرا ومستقبلا. فقد شكل الميثاق خطوة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي للدولة والنظم والمؤسسات بما يلبي تطلعات شعب البحرين. التقرير التالي يعرض أبرز محاور وبنود الميثاق. يعتبر ميثاق العمل الوطني حجر زاوية ونقطة ارتكاز في النهج الإصلاحي الذي سلكته مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله، باعتباره وثيقة سياسية تضمنت مبادئ عامة وأفكارا أساسية بهدف تحديد مسارات العمل الوطني حاضرا ومستقبلا. يتكون ميثاق العمل الوطني من 7 فصول، ويتطرق الفصل الأول منه إلى المقومات الأساسية للمجتمع، حيث أن المجتمع البحريني يتمتع بمجموعة من القيم الأساسية التي تنطلق من العقيدة الإسلامية وانتمائه العربي. ويؤكد الفصل الأول من الميثاق على أن الحكم يهدف إلى صيانة البلاد والحفاظ على الوحدة الوطنية، كما تكفل الدولة العدل والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن، وأن المواطنين متساوون أمام القانون، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ونص الفصل الأول كذلك على أن الدولة تكفل حرية العقيدة كما تصون حرمة دور العبادة، والدولة تكفل حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وفقا للقانون. ويناقش الفصل الثاني من ميثاق العمل الوطني نظام الحكم، حيث أكد أن العلاقة بين الحاكم وشعبه تقوم على الترابط والتواصل المباشر والتفاهم المشترك من أجل خدمة المواطن ورفع شأن البلاد. وتوافقت إرادة الشعب على أن يكون الحكم في البحرين ملكياً وراثياً دستورياً، كما أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، كما أن نظام الحكم ديمقراطي ويعتمد الحكم على الفصل بين السلطات الثلاث. وأكد الميثاق على سيادة القانون واستقلال القضاء، وحصانتهما ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. وفي الفصل الثالث أكد الميثاق تمسك البحرين بمبدأ الحرية الاقتصادية، حيث أن النظام الاقتصادي يقوم على المبادرة الفردية وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل، كما أكد في الوقت عينه على أهمية دور القطاع الخاص. وأكد الفصل الثالث كذلك على أهمية عدم الاعتماد على مصدر أساسي واحد للدخل، وذلك حرصا على ضمان توفير حياة كريمة لشعب البلاد في المستقبل. وشدد الميثاق على أن للأموال العامة حرمة، ويقع على كل مواطن واجب حمايتها، وعلى السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانة الأموال العامة. أما الفصل الرابع من ميثاق العمل الوطني فقد أكد على الأمن الوطني باعتباره السياج والحصن لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها، كما أكد أهمية قوة دفاع البحرين كونها رمز للوحدة الوطنية وسند للأشقاء وعون للأمة. الحياة النيابية كانت موضوع الفصل الخامس من ميثاق العمل الوطني، حيث تم التأكيد على نهج التواصل والتشاور المستمر بين الحاكم وشعبه، وسياسة الباب المفتوح التي كانت وما تزال نمطاً لأسلوب التعامل بين الحكومة والشعب البحريني. وأشار الميثاق إلى أنه من أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، بات من صالح البحرين أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس منتخب انتخاباً حراً مباشراً يتولى المهام التشريعية، إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة. الفصل السادس من ميثاق العمل الوطني تناول العلاقات الخليجية، حيث أكد الميثاق على إيمان البحرين حكومة وشعبا إيمانا يقينيا بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار الميثاق إلى أن أمن ورفاه البحرين جزء لا يتجزأ من أمن ورفاه دول الخليج العربية الأخرى. أما الفصل السادس من ميثاق العمل الوطني فقد تناول ملف العلاقات الخارجية،
حيث تم التأكيد على أن البحرين تعتز بانتمائها العربي وبكون شعبها الأبي جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية، كما أن البحرين جزء من الوطن العربي الكبير، ولم يتجسد ذلك فقط في وحدة اللغة والدين والثقافة، ولكن تجسد أيضاً في الآمال والآلام والتاريخ المشترك. وعلى صعيد العلاقات الدولية السياسية، فإن البحرين تعتبر أن السلام العالمي والإقليمي هدف أساسي واستراتيجي ينبغي أن تهون دونه كل الجهود.